وبالقبلة يكفي. إنه توقيع الطائر نيكولاس. قبلة الطائر. صباح الخير. كنت تقفل بالمفتاح؟ نعم، كي لا تدخل كوكو. مسكينة ميراندا، أما زلت غاضبا لأني لا أريد الذهاب إلى بونتا دي ليستي؟ لا، لن أذهب إلى هناك، بل إلى المزرعة لأراقب الأمور. ربما أذهب معك أنا وفيدريكو. أجل الأمر لنهاية الأسبوع المقبل. ولما لا تؤجلين الفيلم للقرن المقبل؟ لأني لا أظن أن أحدا في القرن المقبل يريد أن يراني عارية. لم تعطني قبلة. أنت من وصل أولا ولم تسلمي. بل سلمت ولم أقبلك. ستذهب فعلا إلى المزرعة؟ أظن ذلك. ألم تقل إنك حجزت جناحا في أفضل فنادق بونتا؟ حسنا، سأبدل ملابسي، انتظريني تحت. ما ربطت عنقك لننزل معا؟ لا، لأني قررت تبديل البدلة وسأبدل البنطلون. إذا شئت البقاء سأنتظر تحت لأعطيك قبلة الوداع. باي باي. خرجت. كان من الجنون أن أبقى نائما لو شاهدتك بملابسي وفي الحمام لم كشفنا. ملابسك تحت السرير. كانت طويلة جدا قبلتك لها. لا، كنت أمثل. هل أنت متأكد أنه تمثيل؟ أكثر جمالا من ألتون جون. والآن تبدو شبه جون كولينز. لو تراك تلك الصحفية العاملة في نشرة الأخبار مونيكا كارامبيرس ربما تجري معك مقابلة. أبيلاردو، أبيلاردو، العصابة مرة أخرى. إنها لمسات بسيطة. ألا ترينه فعلا يشبه كولينز؟ كنت أعلم. أبيلاردو، لا تضلل. تادي من الذين لا مجال للشك أبدا في رجولتهم، وليس أنثى. أنت تفهمني صح؟ أي تفكير رجعي. أنت ممن يعتقدنا أن العادة تعلم الحياكة. والجلوس يعلم التطريز.
أبيلاردو، لدي سؤال. منذ مجيئي إلى هنا ونيكولاس لا يذهب إلى المزرعة، من الذي يدير العمل هناك؟ السيد نيكولاس يكره المزرعة ومنذ 10 أعوام لم يذهب إليها، والمهندس قيصر هو الذي يتولى الأمور، والمهندس قيصر يأتي مرة أو 2 إلى المدينة. أستغرب. ماذا تستغربين؟ سمعت نيكولاس يقول إنه سيذهب في نهاية هذا الأسبوع إلى المزرعة ليراقب الأمور. لا، إنها دعابة، لا يذهب إلى المزرعة ولو أصيب بالجنون كما أخبرتك، يكرهها. لا لا، من فضلك لكريسيا، لا داعي للتأنيب. قبل المجيء لرؤيتك مررت على المكتب وأنهيت كل واجباتي، وأتيت لأني سمعت أنك تشعرين بشيء من الكآبة. لا أحد يهتم بكآبتي. أنا أهتم. تريد إضعافي كي أخبرك من هو ابنك؟ لا، أريد تحطيم الجدار الذي تقيمينه حولك، لأني أهتم فعلا بما أنت عليه لوكريسيا. وما أنا عليه؟ عديمة المناعة كالمعتاد، بهذه الملامح التي تحمل هموم الدنيا، وهاتين العينين اللتين تتوسلان لمسة وحنانا، وأنا عثرت على دواء ليعالج مرضك. أن نشرب معا كونياك فرنسي. أعاني من ارتفاع الضغط. اسكتي، من فضلك لا تتفوهي بكلمة واحدة، واسمعي جيدا. جلين ميلر، إنه يعزف مقطوعة سيريناتا على ضوء القمر، ولهذا تأتي اللمسات معها ويختفي ارتفاع الضغط، وجرس الهاتف لا يرن. لوكريسيا، الأسهم لا ترتفع ولا تهبط، والسياسيون لا يطلبون النقود كما في الماضي. طبعا تذكرين عندما كنا نغلق الباب خلفنا وكنت تنسين الكون، وهكذا بهذه البساطة تأتي لمسات الصديق، لمسات صديق عزيز جدا. وهدية أخرى من القاتل. إنه على الأقل يبعث لك بقبلة علك تعرف أنه يذكرك. عذرا سيدي المفتش. لا لا لا، تزعجي نفسك بالإعلان عن وصولي سيدتي. شكرا شكرا. مرحبا. عفوا، ما هذا؟ كالعادة لم يرسل سوى قبلة حمراء، وعلى الأقل لم يقتل أحدا. بلى، قتل. بعد 2 أو 3 ستتلقى مغلفا آخر يحتوي على البطاقة الشخصية لسكرتيرة قريبك أنت، كارمن. فعلا، للأسف الشديد كان بالأمس دور الآنسة كارمن بيسيت. طلقتان في الصدر من المسدس نفسه، غير أنه لم يترك هذه المرة الورقة وعليها اسمك. عذرا جسو، يجب أن تتصرف. انظر كم هي الساعة والسكرتيرة لم تصل بعد. ألا ترى من الأجل أن نطردها؟ لا لا لا، تقلق يا صاحبي، لأن كارمن بيسيت أصبحت خارج الشركة. أرى ذلك إجراء مناسبا. عدت باكرا، مؤخرا تبدو كسولا جدا سيدي. قتلوا سكرتيرة غاستون. هل هو القاتل نفسه؟ نفسه، لا أدري، يريد أن يثير جنوني. لا أفهم، كارمن ليست كالأخريات، أنا لا أفهم. لا شيء في الصحف. أعلن ذلك الآن للصحف. سأذهب إلى بونتا ديليستي، أريد الابتعاد عن كل ذلك.
لم تذهب إلى المزرعة؟ سأذهب إلى بونتا. رافقيني. لا لا يمكن، ليس بسبب الفيلم كما أخبرتك، لا يمكن أن أكون كالسعادين. لا تذهب وحدك. معك حق، نعم أفضل الذهاب إلى المزرعة، على الأقل هناك سأله. تحب المزرعة؟ للغاية، هناك أرتاح. يؤسفني أنك لن تأتي معي. لا أفهمك، لماذا تسألني إن كنت أستطيع القيام بالتمثيل؟ ستمثلين، أحتاج إليك. أنا مستعدة لمساعدتك بكل شيء. ما الموضوع؟ أنطونيلا، حان الوقت. يسرني لأني دقت ذرعا بالانتظار، وأريد أن ينتهي كل ذلك بشكل نهائي. اقتربنا من ذلك ميراندا، لكن يجب أن أعتذر من مرسيدس، أخطأت بحقها. ولما تعتذر من هذه التافهة؟ إنها مجرد حثالة. هذا لأني بحاجة إليها. ميراندا، أظن أن الوقت قد حان للتفاوض. وما السبب في هذا التغيير المفاجئ؟ تفضلين الكذب لأمثل دور النادم على ما فعله؟ الكذب لا يناسبك، بل الحقيقة. حسنا، الحقيقة هي أنك وحيدة في العلاقة التي بدأتها مع والدي، وستحتاجين إلى حليف في هذا المنزل مرسيدس، وإلا فسيأكلك الطاعون. لا أدري. سأكون هذا الحليف. لابد أنك بحاجة لشيء هام جدا مني كي تعرض أن تكون حليفا. أمك لن تسامحك. سأعالج الأمر معها وسأطلب منك معروفا. أنت إنسان وقح، ولكن محبوب جدا في الوقت نفسه. يسرني جدا أن تكون ابن زوجي. ربما نستطيع الاحتفال بيوم الأمهات بالمشروب. ماذا تريد مني؟ لا أريد التحدث عن ما قاله فيدريكو، ليس لهذا أهمية. تصرفات صبيانية. يسرني أن تفكري هكذا. هناك مسألة أخرى. اضطررت لإبلاغ باولا بأنك تحبين دون كارلو. لا تنظري إلي بهذه الطريقة. لم أجد ما أقوله لها، ولم أعثر على سبيل آخر. إنها ليست غبية، خصوصا بعد الحماقات التي ارتكبتها في منزله. لم أجد ما أقوله، لذا كذبت. أستأذن. أنطونيلا، أخيرا عثرت عليك. هل تنزلين معي قليلا؟ أريد استشارتك في موضوع. نعم، لحظة. سيدتي، حاولي أن تعالجي ما أخبرتك به. لم أجد سبيلا سوى الكذب. إلى اللقاء. لم تكذبي أنطونيلا، لم تكذبي. والآن وصلت. أخبروني عن عملك في حفلة الأطفال، لذا فكرت بأننا... انتظري، لما لا نتابع الحديث في المطبخ ونحضر بعض القهوة. أتمنى أن أحدثك أيضا عما يحدث لي مع فاكوندو. لا أريدك أن تسيئي الحكم علي. نشرب القهوة؟ لم لا؟ نيكولاس حبيبي، هل سنقضي فعلا كل نهاية الأسبوع وحدنا فقط؟ طبعا، سأبلغ الجميع بأني في المزرعة. حجزت جناحا بأفضل فندق في بونتا ديليستي. متى فكرت بهذه الفكرة الرائعة؟ صباح اليوم شعرت بأني ما زلت مدينا لك بالليلة الرائعة التي وعدتك بها. يجب أن تكون ليلة لا أنساها، رائعة جدا. ويجب أن تقرأ لي أيضا
تلك الأبيات لألفونسينا ستورني التي وعدتني بها. خرجتا. تظنها أكلت الطعم؟ أظن ذلك. كل شيء يتوقف الآن على مرسيدس. ذلك البائس رئيس نقابة البؤساء، أشهر واحد بين البؤساء، وعدها بليلة رائعة، وهذا اصطلاح من اختراعه، إنه ليس من صنعه. طبعا لهذا يريد العمل في السياسة طالما أنه يتمتع بهذه الموهبة، لكن هذا لن يبقى دون عقاب. لا يمكن التلاعب معي، سأحطم زهرية على رأسه. وما الذي تربحينه من ذلك؟ سينتفخ رأسه لا أكثر. اضربه حيث يؤلمه أكثر. هل تعنين أن أطلق عليه النار؟ لا مغفلة، بل أعني أن تفسدي عليه موضوع الليلة الحالمة. ألم تسمعيه؟ سيذهب إلى بونتا ديلستي. نعم، وماذا أفعل؟ كيف ماذا تفعلين؟ ألا تخطر ببالك فكرة لتفسدي ليلته؟ بلى، أنت على حق، هذا يؤلمه أكثر. لا أدري إن كان سيتمتع بهذه الليلة الرائعة، بل أظنه بلا شك سوف يشهد الليلة الكارثة. كم ستكلفني بطاقة سفر إلى بونتا ديلستي؟ لما تسألين عن سعر بطاقة سفر لبونتا ديلستي؟ أتراك تفكرين بعمل شقي؟ أظهر وأوسعه ضربا، والبلهاء أرميها في هوة المصعد، وهو أخنقه. يحب شعر ألفونسينا ستيرني، سوف أجمعه بها وأخنقه. بشأن البطاقة لا تقلقي، أنا أدفع. أكون شاكرة، لكن الفيلم؟ تذهبين إلى السينما في يوم آخر. أي سينما؟ سأصور فيلما، سأمثل مع جيانو ماريا فولونتي، أطلعوه على صورتي ويبدو أنني أعجبته. لن أرفض من أجل هذا الأحمق. جيانو ماريا فولونتي أحمق؟ لا، ليس هو، بل نيكولاس. قد يكون تهورا مني، أحب لو أذهب بكل طيبة خاطر، لكن يجب أن أفكر بمستقبلي، سأصبح نجمة. هل هذا يعني أنك لن تذهبي؟ لا أعرف. امرأتان سوية، الويل لمن يعلق بينكما. أرجو ألا أكون أنا. أعلمت أنهم يجرون مسابقة دولية للحمقى؟ لا. ها أنا قد أعلمتك، لكن لا تتقدم، ستكون الأخيرة لحماقتك. قلت شامبانيا. نعم، تناولت شامبانيا معها في غرفتها، وشربت معها النخب. ما زلت لا أفهم أبيلاردو، أين العجب في تناول الشامبانيا؟ شربت نخبك سيدي، ونخب الحب، فهمت الآن؟ أنت تبالغ في إيهام سيدتي، والآن هي تحلق، لكن حين تدرك أن الأمر كذب ستهوي يا سيدي، وعندما ستهوي ستموت سيدي، هي حتما ستموت. ألم أقل لك سمعتها تكلم مرسيدس؟ هذا الفيلم سيفسد كل شيء. لا أصدق، لا أستطيع الذهاب إلى بونتا ديليستي بدونها. لدي فكرة أفضل، نذهب أنا وأنت وحدنا إلى بونتا. أتكلم جديا ميراندا، وأنا أتكلم جديا. أين الغرابة في أن تمضي معي نهاية أسبوع على الشاطئ؟ بل أرى أن هذا رائع ميراندا، إنما تعرفين أننا لن نستطيع. سأعطي درسا لأنتونيلا، لن تنساه، لقد شرحت لك الخطة. الخطة لن تنجح أبدا. الخطة ستنجح، أنا واثق، أحتاج لبعض الوقت ليس أكثر. كانت ستجري الأمور كما يرام لولا هذا الفيلم المشؤوم. أنتونيلا كانت على وشك الوقوع في هذه عفوا، أظن أن الخطة فشلت. عملتم ما بوسعي، لكن نعرف مرسيدس، يمكنك الذهاب، نريد البقاء وحدنا. أخبراني كلاكما أوسع حيلة من الآخر، هل حاولتما؟ ماذا؟
أن تكونا مع أنطونيلا. حولتما ولم تفلحا، لذا تريدانها في بونتا. هم؟ تظنانها ستقبل هناك؟ أصبت بنعتي أحمق. إن جئت لأجل هذا السبب لما أزعجت نفسك؟ فأنا دوما عرفتك أحمق حين تقوم بحلق ذقنك. ألا ترى الحماقة بادية على وجهك؟ بالطبع لم تكتشف هذا لأنك تحلق ذقنك أمام صورة من صورك معتقدا أنها المرآة، والحماقة لا تظهر في الصورة. رائع، أود القول إني أعرف لما نعتني بالحماقة. واو، يا للنباهة، نعتك بالحماقة لأنك أحمق. أهذا أمر أصعب من أن يستوعبه عقلك؟ أعرف لما قلت هذا. صحيح، لماذا؟ لأنك لن تأتي معي هذا الأسبوع، لذا أجلت السفر للأسبوع المقبل. لن أذهب. وكيف لن تذهب والليلة الحالمة؟ كيف أمضي ليلة حالمة بدونك؟ مستحيل. سمعت تادي؟ الآن يقول إن هذا يستحيل. أتعتقد أنني سأقع في الفخ؟ لا أنطونيلا، لم أنصب لك فخا، فقط أقول لك إن لما تعقدين الأمور؟ وهل هناك المزيد بعد؟ نعم بعد، جئت أقول إني أغار كثيرا، أردت أن ألهيك بالسفر كي لا تصور الفيلم. نعم، يزعجني أن تتعري ولا أحب أن. هناك أمور كثيرة فيك تزعجني، ورغم كل هذا أتحملها. جيد، قضي الأمر، أرجوك لا نتشاجر. الآن لننسى قصة هذا الفيلم، لننسى. هل أطلب قبلة؟ طبعا يمكنك أن تطلبها. يمكنك طلب قبلة ويمكنني الرفض. لا تنسى إغلاق الباب. أنت لا تعي أن هذه إهانة لي. أسوأ موقف في حياتي عندما مرسيدس دخلت هذا البيت كما لو أنها كانت فعلا خطيبتك الرسمية. نوري أرجوك أنت تبالغين، مرسيدس جاءت لترى أمي. فقط لترى أمك؟ وتراني أيضا. وأنا ما هو دوري؟ نوريا اهدئي كي نستطيع مناقشة الموضوع. لما لا تهدئين؟ أنت لا تفهمني. بلى، أفهم أنك تتصرفين كزوجة مطرودة مهانة، علما بأننا مطلقان وبأن من طلب الطلاق هو أنت. أردته أنت وتركتني، كل هذا أفهمه. إذن تفعل كل هذا للانتقام؟ لا نوريا، قلت لك إنك تحبني. أحببتك في تلك السنوات، حقا أحببت نوريا التي كانت. والآن ماذا؟ أنت تحب مرسيدس؟ لا أدري، الأمر مع مرسيدس نوعا ما غريب، ربما كان الحب، لنقل نحن منسجمان فقط، لا نتساءل عن المستقبل. وأنا بأي صفة أبقى هنا؟ بصفتك أما لابنك، هنا لديك ابن وليس زوجا. لا أصدق كارلو. أبيلاردو أيضا؟ كيف؟ هذا الغبي المشؤوم جاء إلى بيتك؟ أبيلاردو جاء إلي ليقول تماما ما قالته باولا. ليس تماما، لأن باولا تكلمت عن الماضي وهو تكلم عن الحاضر. هذا ما لا أفهمه، كيف عن الحاضر؟ تصور، جاء يقول إن لوكريسيا ما زالت مغرمة بي. تأملا، لوكريسيا مغرمة بي. مسكينة لوكريسيا، تذكرت متأخرة. لو بكرت لكانت تزوجت منك. لما تأخرت؟ وما الضرر في زواجنا الآن؟ Thank you.
Entre vos y Lily Raymond no tiene aquí una cifra en el consejo de las mujeres. Le ruego tomemos esto con seriedad, ¿eh? La policía no puede arriesgar vidas humanas. Por eso yo con Don Gerard. Esta sí puede, Valerga. Cuando usted dice castillo por la ventana, usted siempre tira la puerta abajo. Eso sí, sin reírse. Miren la cara. Llévenlo a reflexionar y vuelven a buscarme. أشاهد تلفزيون. أعتذر. تهذين، لابد أنك تهذين، فأنت قليلا ما تعتذرين. لهذا لا تجعلني أكرر الاعتذار، لقد كلفني كثيرا، لكني أعترف بخطئه. أنت على حق، لم تخرج يوما من غرفتي بإرادتك، دوما أطردك. على الأقل يوجد ثمة تطور. بما؟ فيما مضى كان الطرد يرافقه الضرب، اليوم لم تصفعيني. نيكولاس، أحقا تسعدك؟ ليلة حلمة معي؟ ومع من غيرك؟ ما من ليلة حلمة إلا معك. لنقفل الموضوع. لا تريدينها؟ الآن لا. نيكولاس، ماذا أفعل بك؟ أقول؟ لا، لا أريدك أن تقول لا. هل تعرف؟ أنا واثقة من أننا لو تقاسمنا الفراش لما كنت تنظر إلي، وأيضا أنا متأكدة من أننا لو تقاسمناه الليلة فلن تسأل عني غدا. وأنا واثق من زواجي منك. لست واثقا، متأكد. ومتأكد من أمر آخر. ماذا؟ ستطلبين قبلة. هذا مقلب قديم. سأطلب منك قبلة ولن تعطيني. دعينا لا نطلب شيئا. ستصورين الفيلم؟ سامحني أبيلاردو، ألا ترى أنه من الأفضل كشف أوراقنا؟ ما هي نواياك تجاهي؟ أن أقتلك. أبيلاردو، لا تتهرب مني، أتظنني غبية؟ غبية لا، جاهلة. أبيلاردو، إن بقيت تلمح بهذه الطريقة فستحصل مأساة في هذا البيت. زوجي بدأ يشك. وبماذا يشك زوجك؟ بالطبع، فأنا لست من حديد أبيلاردو، مهما كنت كتومة فمن هذه الجهة أنا كتومة فعلا، إلا أنه قد يصدر عني شيء. منذ يومين مثلا، لا بل البارحة، كنت أنظر وأتصفح الجريدة، أشاهد الصور بدل قراءة الأخبار ذاتها. إذن كنت أشاهد الصور وأتصفح الجريدة، وفجأة وجدتني أتنهد. أتعرف ماذا قلت؟ لا أعرف. لا، إن كلينتون رجل طيب على ما يبدو، فاعتقد زوجي أني أحترق غيرة من هيلاري كلينتون، زوجته ذات الشعر الذي يشبه الليفة. قل لي، هل أغار أنا من امرأة تصبغ شعرها؟ سامحني أبيلاردو، لقد قاطعتك. ماذا كنت تريد أن تقول لي؟ بعد أن تنتهي من توضيب الصحون، نظفي السجادة في غرفة الطعام. Oh.
يا له من رجل، كيف أنظف سجادة في الليل؟ يفعل كل ما بوسعه كي أبقى بجانبه، دائما يلمح لي. جدتي، كنت تقول لي كل شيء نيكولاس، لما توقفت الآن؟ بل أقول لك كل شيء باستثناء أمور لا أهمية لها، تعلمين ما في الشركة وفي حياتك. لا لا تسئ فهمي، لا أريد إدارة حياتك، فقط يقلقني شيء أخبروني به. وبماذا أخبروك؟ كنت مع ميراندا أثرثر بشؤون عادية، حين قالت شيئا دفعني للتفكير، لا بل جعلني أقلق. ماذا قالت؟ إنك متورط في عملية ثأر. يبدو هذا واضحا. لا لا جدتي، لا، في الحقيقة أن ميراندا. لا هذا صحيح، فأنا أعرفك جيدا، حين تكذب تلمع عيناك، والآن رغم المسافة أرى اللمعان. لا تحب الكذب نيكولاس، لا يروق لك. إذن لا تجبريني على الإجابة، لا تجبريني. هذا فيدريكو جاء يعطيني قبلة كبيرة. ما به وجهك ساخن هكذا؟ هل يؤلمك شيء؟ لا شيء يؤلمني. لا تقولي لأبي. كيف لن نقول له؟ من الأفضل أن يراك الطبيب. لا لا أريد. ما بك فيدي؟ لا أفهم. أنا أعرف، هل تشعر بالتعب فيدريكو؟ بولت؟ كم مرة بولت؟ أمبارو، ما دخل هذا؟ لما هذه الأسئلة؟ لأنه حين مرض المرة الماضية عندها ألمته الكلية التي فقدها، والآن فيدي هل بول؟ أنا خائف أنطونيلا، أنا خائف. أرجوك لا تكرر هذه الكلمة. لم أقل إن الرفض أكيد، لكن الطبيب قال بوضوح إن احتمال الرفض وارد بعد عملية الزرع رغم مرور وقت طويل. أجل، بعض المرضى ربما يحتاجون لعملية أخرى. على نيكولاس إذن أن يأخذ فيدريكو بأسرع وقت إلى المستشفى. لكنك رأيت فيدي، كان خائفا المسكين. وكيف لا يخاف؟ لماذا تأخر هذا الطبيب؟ اهدئي وحاولي ألا تقلقي، كنت أفضل بكثير يوم العملية. هذا صحيح، صلابتنا تضعف مع الوقت، فيما مضى كنت أقوى. الآن نحتاج القوة. الكلام سهل، لماذا تأخر هذا الطبيب؟ لا تكن هكذا، افرض أني لم أخبرك طبعا بالأمر. يسهل عليك قول هذا، أنت لا تبالين. ما الداعي للتحدث إلى زوجك السابق؟ فقد اتصلت هاتفيا. لكنك تكلمت معه، أليس كذلك؟ في الواقع لا، فقط اتفقنا على اللقاء، لقاء من أجل الكلام فقط. كيف لقاء؟ ما كل هذا الجنون؟ كريستوبال، من أجل باربرا، أنا لا أريد أن تكذب على أبيها، لا أحب أن أراها قلقة حين تكون معنا. الآن غالبا ما ستأتي إلي، أتفهم؟ ما شأن زوجك؟ معي؟ لا شيء، لكنه والد ابنتي. أنا بخير هنا، كما أنا كريستوبال هانئة برفقتك. أنا أحبك. لا أحب أن تكوني مع زوجك السابق. كريستوبال أحبك، لست الأول في حياتي، إنما أريد أن تتأكد أنك الأخير والأهم. تسعدني غيرتك. لست غيورا. حقا؟ ما اسم هذا إذن؟ أنا
غير قليلا إن شئتي، لكن قليلا فقط. هل نام؟ نعم. لما خرجتي؟ قبلته وخرجت لأتركك وحيدا معه. قلت إني لا أكرس وقتا كافيا لفادي. صحيح، آسف لقول هذا، لكنك تعرف رأيي. ولما ذكرت الليالي الحالمة والفتيات الهستيريات؟ أنت فتاة هستيرية؟ لا، لم يكن عني. إذن لا تكرري. خفت من جديد أنتونيلا. كنت أنظر إلى فادي فرأيته ينام يرقد مسترخيا. كم هو جميل، ولدي جميل. أعرف، يسعدني أن أسمعك. أحبه. أعرف، لكن فيدريكو هو من يجب أن يعرف. إنه يعرف، إنما يجب أن يسمعه كل يوم. الحب هو تمرين يومي. ألا تود أن تسمع أنك محبوب؟ بلى، طبعا أحب أن أسمع هذا. أنا خائف أنتونيلا. من جديد تذكرت ذاك الفيلم المرعب. شاهدت آخر ثلج في الربيع؟ لا. فيلم شاهدته منذ زمن وبقي في ذاكرتي. إنها قصة أب يعاني ابنه من المرض، ولد في الثامنة أو العاشرة. في النهاية نرى الأب يضم ابنه فوق حصان على الدوارة. نهاية سعيدة؟ لا، يموت الولد في حضنه، في حضن والده، والدوارة تتابع. لذا لا أحب الدوارات. تفضلي، أنت من يريد الكلام معي. سبع سنوات في جهاز المخابرات، رئيس حرس، واحد من كبار مسؤولي الحكومة، على علاقة بمقتل أحد النقابيين، عمليات خطف وابتزاز. أرى سجلك حافلا سيد رونزيتي. لقد أنجزت فروضك قبل الصف. علاقاتي؟ لماذا أضفت إلى سجلك شيئا صغيرا مثل وظيفة سكرتير؟ الأزمة سيدتي، الديمقراطية ليست عادلة مع الجميع، فرص العمل قلت. كم تريد؟ اسمعني جيدا، فكر مليا بما ستطلب، فأنا سأدفع مرة واحدة، ولا تهددني بالوشاية أو ما شابه، فكثيرون مثلك دون عمل مستعدون لتصفيتك.
لقاء بضعة آلاف من الدولارات، لذا أقول لك أطلب مبلغا معقولا، وإلا فسأضطر لأن أكلف شخصا آخر يكون أقل كلفة وأعطيه اسمك. كثيرون هم العاطلون عن العمل. فجاءني اتصالك سيدي لأن اليوم عطلة. هل من أمر خطير؟ لا، جئت أرى بعض الوثائق وفكرت بالتكلم معك. طبعا يمكنك، تفضل. ما بها ميراندا أرتوريتو؟ كنت متحمسا لها. ميراندا، قصة صيف عابرة، لا أدري، فقدت حماسي. ليست فتاة سيئة، لا، بل على العكس. فهمت قصدي، فأنا مثل الفراشة. طبعا فهمت. أرتورو، أنت في أحد الأيام لمتني على موت أختك، لم تتهمني، لكن ألمحت إلى أن أختك ماتت بسببي، أتظن ذلك؟ لا 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 نيكولاس، لا، ريبيكا ماتت هكذا، قدرها، لكنها أحبتك. كيف دون أن تعرفني؟ كحب المشاهير من الصور والأخبار، كانت تكلمني ساعات عنك. كانت أختك جميلة؟ رائعة وطيبة كالطيور. وأنت أرتورو، ألست مثلها؟ أو بالأحرى ألست أنت الطائر؟ لا لا تقل لأنتونيلا إني وصلت، أمامنا ساعة قبل الخروج، بكرت كي أتكلم مع لوكريسيا، أعلمها بمجيئي من فضلك. السيدة خرجت باكرا ولم تقل متى تعود. هذا مؤسف، كنت بحاجة لأكلمها. لا بأس، سأتناول القهوة وأنتظر، سأجري اتصالا هاتفيا. شكرا. ألو كارلو، كيف أصبحت؟ أنا بخير حبيبي، كانت ليلتنا رائعة حقا. سألتني هذا لتعرف ما إذا كنت طيبا؟ ليس بالضبط. هكذا أنا فهمت. ولما أجبت بأنك لست طيبا؟ هذا صحيح، لكني لست شريرا ولا أؤذي أحدا، لا أقتل ذبابة، ولست طيبا، أنا حسود. أجل، حسود. من تحسد؟ لا تغضب، أنا لطالما حسدتك. أنا؟ صحيح، على أناقتك وشخصيتك، لكني لست شاذا، ولو طلبت أن أطلي شفتي. لا لا، كان هذا لمقارنة أثار شفتيك مع تلك الرسائل. لكن كيف كنت تعتقد؟ لا، أنا قاتل أو أولئك النسوة؟ لا لا نيكولاس، أنا لم أفعل شيئا مهما في حياتي، لذا أحسدك. أنت اسمع، لديك عائلة مهمة والنساء ينظرن إليك، لديك مظهر جميل، بينما أنا ينظرن إلي بقرف، دائما كنت مخبولا، واليوم بعد موت أختي تلسكت، لهذا أسعدني اتصالك وأتيت. أيام العطل هي
طويلة عندي. لا تأتي بأي من أثوابك، أوصيت على اثنين للبروفا، طلبت ثيابا مثل موضتي الأربعينات، فالفيلم عن تلك الفترة. جيد، لم أكن أعرف ماذا أضع للبروفا. إيتا، تسعدني رؤيتك. كنت أفكر لتوي ببروفا أنتونيلا. من أجل البروفا لن تعريها بالطبع. آه عزيزتي، كيف يخطر لك لوكريسيا؟ لا أبدا، كنت أريد أن أخبر الأنسة أنتونيلا عن كارلو. ماذا جرى مع كارلو؟ كل شيء، جرى كل شيء. ماذا يعني كل شيء؟ جرى كل شيء. كان كالحيوان، متوحشا كالنمر، كان رائحا. ما بها هذه المرأة؟ أنت كنت شاهدة، ألم تطلب مني أن أنام مع كارلو لأبعده عن ابنتها؟ حسنا، أنا لم أكن أعرف أن لك ابنة بالسر لوكريسيا. أيضا في هذا البيت لا أحد يعرف بالأمر. من هي ابنتك؟ يا للسؤال الأحمق، لا أحتاج لأن تقولي لأعرف من هي. الحيوان متوحشا كالنمر، كان رائحا. ما بها هذه المرأة؟ أنت كنت شاهدة، ألم تطلب مني أن أنام مع كارلو لأبعده عن ابنتها؟ حسنا، أنا لم أكن أعرف أن لك ابنة بالسر لوكريسيا. أيضا في هذا البيت لا أحد يعرف بالأمر. من هي ابنتك؟ يا للسؤال الأحمق، لا أحتاج لأن تقولي لأعرف من هي. إذن السيدة لوكريسيا كورنيليو مخية لديها ابنة. يا للفضيحة، سوف يسأل الجميع من هو الأب، فأنت أرملة منذ سنوات طويلة. من فضلك ميراندا، لا تدمري حياة أحد هنا، ولا أقول هذا عن نفسي. دعيها سيدتي، دعيها، فلتدمرني إن شاءت، لا يهم. حقا ميراندا، لم أظنك بهذا الحمق. ألا تعرفين عمري وعمر هذه العجوز التي تعذبينها؟ أنا لست ابنة لقيطة غبية، هل تحسبينني مسنة؟ أنتونيلا، قلت عجوزا فقط للتودد سيدة لوكريه. صحيح، أجل كشفت الأمر، كشفته. السيدة ستتبناني. أين هي المشكلة؟ أين المشكلة؟ كل ما في الأمر أنك بلغت،
فعلت ما لا يجب فعله. طلبت السيدة منك أن تبعد عني كارلو لأنه يلح علي بالزواج وليس أن تنامي معه. إن ظننت أن السيدة لوكريسيا تدير بيت دعارة فغير صحيح. فقط هذه الشقراء تجاوزت حدها قليلا. اسمعي، لن أذهب إلى البروفا. قولي عن لساني لجانو ماريا فولونتي إنني لا أدع عجوزا يضع إصبعا علي، وإن أراد الانتحار فليفعل. أنا لن أصور الفيلم. ماذا؟ لماذا تنظرن إلي بهذه الطريقة؟ إن اعتقدت أن تيتا لن تصور الفيلم بدونك فأنت تبالغين. إنما كنت أسوأ بكثير في تصرفك معي، وصفتني بالعجوز. يبقى أن أذهب إلى المقبرة. كانت هذه قسوة منك سيدتي. لا تكوني هكذا. أنقذتك أم لا، المهم أننا نجعون. صح صح، بأي ثمن. اسمعي، كنت تعترفين بكل شيء. لو لم أقاطعك لكنت ذهبت إلى المشنقة. حسبتك شجاعة. كان يمكنك أن تخترعي شيئا آخر. ولماذا لم يخطر لك أنت يا ذكية؟ ها، قلت أول ما خطر لي. لم يكن الظرف مناسبا للاختيار. هذه الغبية ميراندا ستنشر الآن ما يحلو لها من أخبار. معنا ستوب، تكت إيزي. لدي حل يمنع ميراندا من نشر الإشاعة. ما هو الحل؟ تبنيني فعلا. ألا تريدين ابنة مثلي؟ مرحبا، هنا أرتورو. من فضلك هل لم أحذر؟ لا بأس، أتكلمك الأبلة قبل أن أعرف المجيب. لا بأس، ثمة مشاكل. أجل، أيضا سئمت أن يطلب مني الصبر. طبعا الوصية إنذار خاطئ.
بالطبع حتما. والآن نيكولاس يعتقدني الطائر. أي طائر؟ القاتل غبي. أنا القاتل، أليس مضحكا؟ أريد رؤيتك. ما بك؟ أبدا. كيف أبدا؟ أرى آثار الدهشة على وجهك. هبط ضغطك؟ سأتي بقطعة سكر تضعها تحت لسانك. سأعود. لا لا تعالي، لا، فضغطي لم يهبط. لكن هناك أمر ما يحدث، انظر إلى وجهك. تلقيت خبرا سيئا عبر الهاتف؟ لا لا لا، لم أتكلم، كنت أريد الاتصال والخط مشغول. فسمعت محادثة، سمعت محادثة. انسي الأمر أمبارو، انسي الأمر. ما الذي يدعوك للضحك يا ترى؟ هم الرجال، آنستي الرجال. وما المضحك في الرجال؟ الواقع هو خجلهم، يتعثرون حين يريدون قول شيء ثم لا يعرفون كيف يخفونه. لا لا تسأليني شيئا فلا أستطيع الإجابة. لو عرف زوجي فسوف يغضب. المأساة تحيط بهذا البيت آنستي، المأساة تحيط بهذا البيت. ألن تفعل شيئا؟ بلى، إن أغلقت الباب وخلعت ثيابك قد أفعل شيئا. لا تتغاب جاستون، هيا أسألك هل ستفعل شيئا مع مرسيدس؟ فعلت كل شيء مع مرسيدس، كل شيء. أجل، والآن قضي الأمر وانتهى وانقضى. لكن أنت لا تعي ما تفعله. ما الذي أفعله؟ إنك تقوم بدور المخدوع جاستون. أحقا؟ أنا لا شأن لي مع مرسيدس، وأرى أن وضعك هو مؤسف، حزين ومؤلم يثير الشفقة. لا أحتاج شفقتك جاستون. لا، ومواساتي، ومواساتي. على الأقل أثرت شكها. قلت هذا لأنقذها، كادت المسكينة أن تعترف. وهل تعتقدين أن الآنسة ميراندا لا تشك بأن الآنسة باولا هي ابنة السيدة؟ بلاردو لقد صدقت قصة التبني، لابد أنها غبية كي تصدق هذا. لا تستغربي، فكل ما هو غير طبيعي يصبح طبيعيا جدا في هذا البيت. في هذا أنت محق، يا لعقولهم يا إلهي. الآن على السيدة أن تستمر في الكذب أو لا. ربما تتبناني فعلا، لا بأس بهذا. لا 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 بأس به. إذن أنت ستصبحين شقيقة السيد فاكوندو، وعمة السيد نيكولاس، وأخت جد. سأنزل عند المفترق. كيف أكون عمة نيكولاس؟ طبعا الأولاد بالتبني لهم الحقوق نفسها كالأولاد العاديين، وأيضا الروابط العائلية ذاتها، صح؟ اسمعي، لو ودي ألن يسمع هذا لجعله فيلما. يزوجك بالسيد نيكولاس، العمة وابن الأخ. ودي ألن كم يستهويه هذا الموضوع. أرجوك أبيلاردو، اصعد وقل للسيدة إني لن أقبل بالتبني، تحملتها ما يكفي كربة عمل، لا أريدها أما. كان لدي أم. هذا عين الصواب، كما قال أوديب، الأم أم واحدة.
لهذا تمنيت لو كنت مكاني. ميراندا صدقتك، إنما أعتقد أن في الأمر سوء فهم. لما تتبنى جدتي أنطونيلا؟ لتعكر حياة كل العائلة، لهذا تتبناها. وأؤكد أنها لو تبنتها فستجعلها وريثة إلى جانبي. أوه لا، هذه مجرد أوهام ميراندا. نيكولاس، ما بك؟ كأنك لا تعرف جدتك. ساعة تحتضر ستطلب أن تدفن في مكان، وعند دفنها سوف تنهض من القبر صارخة لتطلب نقلها إلى مكان آخر لمجرد الإزعاج فقط. أما تلك الحقيرة فأمرها أصبح واضحا جدا. لم تحصل عليك كزوج فأرادت الإطباق على جدتك الحمقاء. جدتي ليست حمقاء. صح، لكن تلك الحقيرة بدت أكثر ذكاء من جدتك. ميراندا، أطلب منك أن تهدئي. دعيني أكمل خطتي مع أنطونيلا، بعدها نرى قصة التبني. هيا لا تحزني، أنطونيلا في وقت قريب جدا سأبعدها عن طريقنا. كأنهما حبيبان. أجل، كأنهما. سأبوح لك بسر، في الحقيقة هما حبيبان فعلا ولا يقولان لأحد. يتبادلان القبل في الخفاء. هذا غريب، من كان يتصور؟ أتيتك بالعصير يا حضرة السيد، ستشربه دون اعتراض. استؤصلت لوزتاك لنقص الفيتامين سي. أبلاردو، هل تحضر لي قهوة؟ لا يمكن، لدي أمور مهمة أفعلها. ما به هذا المجنون؟ تجعلينني أبدو كالأحمق أنطونيلا. ألست كذلك؟ كيف تشك بأرتورو وهو ليس سوى أداة؟ لكي يعرف الطريق أذنه يحتاج لخريطة. لا أعرف، شككت به، خطر لي. إنها الحماقة الأولى، والثانية هي أن تسأله. افترض أن أبا حنك هو القاتل. من أبو حنك؟ أرتوريتو. لنفترض أنه هو القاتل، كان غباء من جانبك حين سألته مباشرة، وهذا دليل آخر على براءته. لو كان الطائر لقتلك أنت أيضا، أليس كذلك؟ لا يصح أن تدور وتسأل الناس، أنت الطائر، أنت الطائر، هذا عمل الشرطة. في هذا أنت محقة عمتي. ماذا قلت؟ عمتي، أن تصبحي أختا لأبي يعني أنك عمتي. ألن تتبناك جدتي؟ لا لن تفعل. عرفت، فهذا شيء مستحيل. صحيح؟ نعم. ولماذا مستحيل؟ لأن عائلتك دمها أزرق؟ لا لا لا، أرجوك لا، إنما لدينا اسم عريق وسلطة وتاريخ، ولم يحدث أبدا أن اختلطنا بعامة الشعب. عفوا، تقصد أني لا أصل إلى كعب حذائك؟ لا لا، أرجوك، هذا قولك أنت، وألفت نظرك إلى أنها ملاحظة مبالغ فيها. ربما، لكن دعني أقول لك، يحتمل أني لا أصل إلى كعب حذائك، بينما أنت تصل فقط حتى عقبي. تعرف لماذا؟ لا، لماذا؟ لأنك مغفل. اسمعي، إن أتبنى أنطونيلا أو لا فلا شأن له بنيكولاس، بل هو أمر يطمئنك. لماذا؟ لأنه أمر يزيل أوهامك بشأن زواجه منها. لست غبية ميراندا، أعرف أن هذه الفتاة تقلقك. هذه الحقيرة لا تشغل بالي بتاتا، بل كل ما أطلبه لوكريسيا أن تأخذي حذرك. إذا ارتكبت هذا الجنون فعلى الأقل حاولي أن تنقذي ميراث حفيدك، فهو من يدير شركتك ولا يستحق الخيانة. لا أقول هذا من أجلي، فالنقود لا يهمني أمرها ولا أفكر بها، إنما أعرف أهميتها له. لا تقلقي، فوصيتي الآن أصبحت مكتوبة ولن أغير فيها سطرا واحدا، أؤكد لك هذا. جيد، يسعدني سماع هذا. ميراندا، في آخر حديث جرى بيننا أشرتي إلى أن نيكولاس مشغول بمسألة ثأر. سألته فلم يرد أن يجيب، ما
ماذا تعرفين؟ إن لم يرد أن يخبرك أرجوك ميراندا، لا أريد رؤية حفيدي متورطا في مشكلة خطيرة ممن يريد الثأر. في الحقيقة أنت على علاقة وثيقة بكل هذا، سمحت بأن تبقى تلك البائسة في هذا المنزل، فقامت شيئا فشيئا بتسميم أفكاره. أنطونيلا؟ صح، الآن نيكولاس يفكر في شيء واحد، الانتقام. لا لا تكملي، لا أريد سماع المزيد أبدا. أحقا لن تصوري؟ ألا تراني؟ كان يجب أن أكون في البروفا. ولماذا غيرت رأيك؟ قررت ألا أتعرى مبدئيا. لأجلي، لأني طلبت. هل جننت؟ لا علاقة لقراري برجولتك. ما زلت مسرورا. كان يمكنك القول إنك لم تصوري الفيلم لأجلي. ماذا يكلفك؟ قلت لك إنني لا أكذب. تحبينني؟ إلى حد ما، إلى حد ليس كبيرا. قلت إنك لا تكذبين. كذبت عليك؟ بابا، جدتي قالت إنك تعرف قاتل سكرتيرتك. من هو؟ لوكريسيا، أنا لم أقل شيئا. من فضلك ميراندا، إن لم أقل شيئا حتى الآن فمن أجل الحفاظ على توازن عائلتي، لكني لا أحب الثرثرة، لا أتحملها إطلاقا. أنا لم أقل. لا أريد أعذارا، أعرف تماما أنك ضحية لكل هذا. أنطار قالت إنك، لا بأس، لست المذنبة. أبيلاردو هو من يزرع الفتنة. كيف أبيلاردو؟ لا تكوني ساذجة ميراندا، أستغرب أنك لا تعرفين كل ما يقال عنك، لكن لا تهتمي، فأنا لا أصدق شيئا منه، لا أصدق أبدا أبدا. ما زلت أرى فيك تلك الفتاة اللطيفة التي تصلح زوجة لحفيدي. صدقي لوكريسيا، لا أفهم شيئا ولا أعرف ماذا أقول لك، لا أعرف ما الموضوع. لا بأس لا بأس، لننتهي. لحسن الحظ لم يصل الدم إلى النهر، وأريدك أن تفهمي شيئا. لا يمكن أن أسمح في منزلي بانتشار النميمة. عليك أن تجري فحصا لدمك، فحصا للكريات الحمر. لا يعجبني لون وجهك، برأيي إنه فقر في الدم. Again, سام. كيف؟ أعد العزف سام. لم تشاهد كازابلانكا؟ بلى، لكنك ضيعتني. تنقصك السترة البيضاء لتصبحي هامفري بوغارت. وأنت عليك التعرض كثيرا للشمس لتشبه العازف الأسود. لا أعرف ما أصابها، لكني أرى أنها متوترة، مكتئبة وعصبية. أظن أنك فهمت. إنها هستيرية، لم أرها يوما هكذا. أبيلاردو، هل تراني اليوم شاحبة كثيرا؟ لا. أبيلاردو، هل لي بالتحدث إليك؟ لا أستطيع، علي أن أهتم بأمور أخرى. لما هذه الإجابة؟ لأن العمل لا ينجز وحده يا آنسة. سيدتي، يسعدني مجيئك، سأقول لك شيئا أمام الآنسة. فيما بعد؟ إنه أمر مهم. أسكت أبيلاردو،
كفى ثرثرة، سئمت سماع الوشيات في هذا البيت. أرى أنك شخص يحب النميمة أكثر من ميراندا. إنها كذبة كبيرة حجمها بحجم البيت. لا، جدتك لن تتبناني، كان عندي أبوان، لا أريد أما جديدة، لسيما أما بطباع جدتك. رغم أنه شيء رائع، فهكذا تبقين إلى الأبد في هذا البيت. قلت لك لا تبني، يعجبني وضعي كما هو الآن. ألا تحبين العيش إلى الأبد في منزلنا؟ فدي في الحياة نتمنى والله يقرر. ما معنى هذا؟ إنه واقع، يعني أن الإنسان قد يتمنى الحصول على أمر ما، لكن الله يقرر إن كان سيحصل عليه أم لا. صح، لكني لم أسألك عن بقائك، سألتك إن كنت تودين العيش الدائم هنا. فدي لا تلح. لماذا لا ألح؟ ماذا فعلت؟ تكثر من الأسئلة، تسأل وتسأل كأنك طفل في الخامسة. لماذا؟ ماذا يجري هنا؟ ما الأمر؟ ما بك فادي؟ ألا تعرف أن جدتك لا تحب أن تنفرد بحبيباتك؟ ليس في هذا ما يضحك، هذا كلام من يعتقد نفسه ظريفا بينما ظله يزن أطنانا. أما كلامك فظريف فعلا، لم يقله لي أحد يوما. فيدريكو، أنطونيلا ليست كما يرام، هل أغضبتها؟ ها؟ نوعا ما، سألتها إن كانت تريد العيش هنا بصورة دائمة. وماذا قالت؟ لا شيء، تخجل من أن تقول أجل. كما قلت لك إنها مخرمة بك. فيدريكو، مثل أبيك تحمل يقطينة فوق كتفيك بدل رأس يفكر. عفوا، لم أفهم ماذا تقصدين باليقطينة، ولما بالضبط يقطينة؟ طبيعي ألا تفهم، فرؤوس اليقطين لا تفكر. لماذا نمت مع تيتا؟ كيف ترمين هذه القنبلة في وجهي؟ دخلت حتى دون إلقاء التحية. طرحت سؤالا ولن أجيب عنه لوكريسيا، لأني لم أطرحه على نفسي ولا مع أي ممن عرفتهن في السنوات الثلاثين الأخيرة. لم تتعب كثيرا لتضعها في سريرك؟ أرجوك، لم أضعها أنا، تيتا امرأة سهلة. لما فعلت كارلو؟ لا أعرف، ربما لشعوري بالوحدة، وحين يكون الرجل وحيدا يرحب بأي كان. أنا أيضا وحيدة. لديك العائلة. وأبقى وحيدة. أتعرف منذ متى لم أكن مع أحد دون كلام؟ لأجلس، فقط لأجلس. ماذا تفعل؟ لا تقولي أي كلمة. هذا المقعد ليس كالذي لديك، لكنه يتحمل. تعالي تعالي لوكريسي، اقتربي. أنت مجنون كارلو. قل لن نتفوه بكلمة. هيا هيا تعالي اجلسي بجانبي. هذا جيد، كلانا بجانب الآخر، ولكن دون أن نقول أي كلمة. أنا حقير يا آنسة، لا يمكنك أن تتصوري مدى حقارتي. لما تقول هذا؟ هل لأنك كنت تسرق حلوى رفيقتك على مقاعد الدراسة؟ سأخبرك أمرا يصعقك.
أنا قاتل، أعرف هذا. قتلت ذبابة في المطبخ؟ لا، بل قتلت السيدة ركال حين كانت في العناية الفائقة. صدقي آنستي، قتلتها. تركت ابنك يتناول عشاءه، لا أصدق، حين يجلس أمام التلفزيون لا يرى شيئا آخر. جئت لكي أسمع ما جرى مع جدتك. لما قالت إنك تعرف قاتل أختي؟ ليس الأمر إلا نميمة، إنها مجرد أقاويل. نعم، أثرت ضجة حين نزلت، كانت تصرخ في ميراندا وأبيلاردو وحتى باولا. سمعت فادي يقول. فادي قال ما سمعه، إنه طفل. في أي حال لم أنسى الموضوع، سنمسك برونزيتي مرة ثانية. نيكولاس، حين فيدريكو سألني إن كنت أحب البقاء في هذا البيت لم أجب، ليس لأني لا أريد، بل لأني أجهل أين أنا. كيف تجهلين أين أنت؟ لا أعرف، نحن خطيبان دون أن نكون. تحبني وتنام مع ميراندا، ولا أحمل اللائحة لأنها طويلة. أنطونيلا، ستبقين في هذا البيت إلى الأبد. أحبك وسنتزوج. لا أريد أن أغرق في الوهم، واضح؟ حظ أرتورو، آسفة لأن السيدة ليست هنا. لأني أتيت بدون موعد، ضربة قاسية، ربما فهمتني، بلا موعد ضربة قاسية. فهمت. في أي حال السيدة هي من النوع الذي يحب الخروج، كانت تسمى الأرملة اللعوب. لا تتكلم عن السيدة لأن رئيس الخدم يستمع إلينا. بالطبع أنا أسمعكما، أوقف هذا النفاق، أنتما منافقان، لا سيما أنت أكثر نفاقا منه. ماذا تقول؟ هل أنت مجنون؟ لا تمثلي، وأنت لا تلعب هذا الدور. أعلم أنك عشيقة هذه الدودة، وأنك تريدين وضع يدك على ثروة السيدة، وهذا أمر لن يغفره الله لك. مساء الخير. مساء الخير. اجتماع موسع، بما تحتفلون؟ سيدتي، الآن بالذات يجب أن تسمعيني. أنا من سيسمع أبيلاردو، وأريد منك تفسيرا أيضا لإهانتك هذه لي. أهانك باولا؟ أبيلاردو، هل تجرأ؟ صحيح، تجرأ واتهمها بالنفاق سيدتي. أنا أيضا أهانني. ماذا تفعل أرتورو؟ أضع البائس عند حده. لا صلاحية لك في وضع يدك على رئيس خدمي، أتفهم؟ لا أريد يدا طويلة أرتورو. أنت على حق، لقد تجاوزت صلاحياتي. لو تسمح للسيدة. لازلت بانتظار تفسير منك أبيلاردو، فأنا لن أبقى حيث لا تقدم لي القهوة وأتهم بالنفاق. ما هذا التصرف؟ أبيلاردو مريض والأمر يزعجه. أبيلاردو، اعتذر من باولا. لقد علمتني سيدتي أن أكره الخيانة. لهذا أبيلاردو لا تخني الآن، أطلب العفو من الآنسة وانسحب. ماذا تنتظر؟ لا بأس أبيلاردو، سأنسى ما فعلته بي فقط من أجل رضا السيدة. ماذا قال السيد نيكولاس؟ السيد نيكولاس قال إن المشاكل العائلية هي فقط من شأني ومن اختصاصي السيدة،
أترين؟ اكتشفت حالة خيانة كبرى ولا أحد يسمعني. أنا أسمع أبي لاردو، أخبرني. لا، أنت ثرثارة، لن أخبرك شيئا. السيدة محقة حين تقول إن هذا البيت هو مرتع للنميمة. اذهبي. عفوا أبي لاردو، هل لي بحبة أسبرين؟ وحدك؟ لا تكلمني. ما بك أيها الأحمق؟ هل أصاب عقلك الجنون؟ لما أثرت ما أثرته؟ لست بمجنون، بل أنت المحتال. ماذا تخطط مع هذه؟ طبعا تحاولان سرقة السيدة، أليس كذلك؟ لا 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 لا، لا تدعي البراءة، فقد سمعت كل المكالمة. أي مكالمة تقصد؟ تلك المكالمة صحيح، لكنك أخطأت، أخطأت كثيرا أبي لاردو. شئت لأقول لك أني أعرف ذلك. هناك خيانة كبيرة، لا أريد التعاون معك. مؤسف، لأني كنت أنوي قسمة النقود مناصفة. مع من؟ معك. مع من إذن؟ فنحن شريكان. أما نوريا فهي مجرد أداة. لكن كيف نوريا؟ طبعا يا مغفل، طبعا. إذا استغربت ما قلت لباولا، سمعت المحادثة وأخطأت بالصوت. يجب أن تقرر الآن، إن أردت الاشتراك فلا يجب أن يعرف أحد، حتى نوريا. هذه الشقية. حسنا فعل السيد فاكوندو حين تركها، لم أحب هذه المرأة. أراقبه؟ نعم نعم أبارو، دائما وثقت بك دائما، إنما بدأت أفقد ثقتي بخادم أبي لاردو. لا أعرف، لا، المهم أريد أن تراقبيه. يبدو لي أن مرضه بدأ يؤثر على رأسه، يقوم بتصرفات غريبة. سأراقبه سيدتي، لكن لا تغضبي منه، أبي لاردو ليس سيئا، كما أنه ليس بمجنون بسبب مرضه. ولماذا يبدو هذه الأيام غريبا؟ لأنه مغرم سيدتي، أبي لاردو مغرم، لكني لا أستطيع أن أقول لك المزيد. ذهبت. أردورو، أعتقد أن أبي لاردو يشك بنا. تدبرت الأمر. لا أفهم لماذا علينا التخفي. الموضوع ذاته لا يجب أن يعرف أحد أبدا، وإلا فلننتهي الآن. لا لا حبيبي، أعذرني، ملاحظتي في غير محلها. هل فكرت بماذا نجني لو عرفوا بأمرنا؟ نتزوج صحيح، وتهدين السيدة شقة بغرفتين، ما رأيك؟ لا باولا، أخبرتك من البداية، من جهتي لا أريد حياة عادية، طموحنا أكبر، أكبر بكثير. صحيح حبيبي، صح. سنحكم السيطرة عليها، تبنتك صحيح؟ لذا لك مكان في تلك الوصية. علينا أن نصبر، علينا أن نصبر لننال جائزتنا. هل نسخت لي مفتاح باب الخدم؟ نعم فعلت، ها هو. أنت رائعة. سأذهب. ظننتك ستبقى. الموضوع ذاته، ألا يمكننا أن نكون معا؟ اسمع، قصة رولاندو أزعجتني، حين تقربت مني شعرت فاجأتني. ما يجذبني إليك هو الغموض. لما لا أذهب مثلا إلى بيتك؟ لما نلتقي هنا قلقين؟ فلننتهي من اللقاءات السرية ومن التخفي أرتورو. لا بأس، سأبقى قليلا. موافقة؟ أشهد.
الباب مقفل بالمفتاح. مستعدة لقبولاتك. انتبهي للبدلة. أحبك. لا يمكن نوريا، ماذا أشرح لك؟ إنها أمور تحدث، ننهض مختلفين ولا نعرف لماذا، فقط نحس بالاختلاف. إذن ما حدث لك أنك استيقظت مختلفا؟ تماما. سأنت دور الخاسر، سأطلب من أمي حصتي في الميراث. أي حصة؟ التي تركها لي أبي. مرسيدس قالت لك؟ لا تنظر هكذا، لقد أصبت صح؟ أنا غير قادر على أخذ قراري، هكذا تفكرين؟ لم تأخذه قط، دوما تديرك إحدى النساء مع داي. هنا خطأي، لم أحرك الخيوط التي كنت أمسكها بيدي. دنيا خيال صحراء. خطأي، أنا اعتقدت أنا باستطاعتي مساعدتك على أن تفكر وعلى أن تطور نفسك. كم كنت غبية. تسيئين فهمي، قلت لك إنه قراري. عرفت، سمعتك، قلت لي إنك استيقظت مختلفا. لا أعتقد أن هذا حصل بين ليلة وضحاها. لقد نهضت مختلفا بعد ليلة أمضيتها مع مرسيدس، وبعد قيلولة حشت مرسيدس رأسك خلالها. مرسيدس لا تديرني. مرسيدس لديها عائلة مفككة، أبوها مسجون، لا تملك شيئا، لذا فهي تتمسك باحتمال بعيد لكن قد يحصل. لا تخسر شيئا بتشجيعك على أن تطلب من أمك حصتك من الميراث وتنتظر، وعلى ما ستحصل عليه يتوقف بقاؤها في سريرك، أم لا؟ ألم تفكر بهذا الأمر؟ أنتما متعادلتان، تقدمان الشيء نفسه، يجب أن أختار واحدة منكما. أحبك نيكولاس، وأنا أيضا. هذا أيضا تعادل، أود الزواج من كليكما، لكن يجب الاختيار. سأمنحك الكثير من الأولاد بينما أعطينا له، بل يمكن أن أعطيك ولدا. كذب؟ لا نيكولاس، أحبك ولا أكذب عليك. تكذب نيكولاس، أنطونيلا لن تنجب لك ولدا أبدا. اسمع نيكولاس، سأنجب ولدا كهذا. ماذا دمية؟ أنطونيلا لا تنجب سوى الدمى. بينما أنا أستطيع إنجاب أولاد كهذا. لا لا، كهذا لا لا. أنطونيلا ما فيك؟ لا. ماذا؟ لما كنت معه؟ ماذا؟ كم الساعة؟ الثانية صباحا. ماذا تفعل هنا؟ نمت ثم استيقظت بسبب تحاليل الغد، أنا خائف. فعلت ما قال الطبيب؟ شربت لترين من الماء وذهبت كثيرا إلى الحمام وبقيت خائفة من الغد. تعال قل لي، إذا ذهبنا إلى غرفتك وتحدثنا قليلا، ترى هل تعود إلى النوم؟ أعتقد ذلك. جيد، هيا بنا، سأضع هذا ثم نذهب
إلى غرفتك عزيزي. هيا فادي. إن في يوم أنجبت ولدا فأحب أن يكون مثلك. لم أرد مرافقتك بل أنت طلبتي. أيقظتني وقلت أنك تريد رؤيتي للضرورة. قلت لك لا لأني أريد الذهاب إلى المجتل فاقترحت مرافقتي. اسمع ما سأقول. السيدة تأتي عادة إلى هذا المجتل. لا تنسى شخصيتك أرتوريتو. ماذا تقولين؟ قد تذهب كل جهودك سدى فيما لو دخل أحد يعرفها. أنت على حق. أفضل أن نتكلم عما حدث البارحة. ما الذي حدث؟ ترين؟ إن كان الأمر لا يهمك فأنا يهمني. أرتوريتو لا تنسى نفسك. صحيح تكدرت البارحة. عمليا طردتني. طلبت مني البقاء ثم طردتني. لما لم تخلع ثوبك؟ لأني أخجل من أن أخبرك. أنا لم أكن أريد. لكنك أصريت وأصريت. هل تلعبين معي أم ماذا؟ من فضلك أرتوريتو عزيزي لا تقل هذا تؤلمني. أؤلمك؟ لم نتقاسم الفراش أبدا. لم تسنح الفرصة عزيزي. لا أعيش وحدي ولا تدعوني إلى بيتك. تظنني لا أريد؟ صحيح سأخبرك كي ترتاح. لا تقولي إنه ألم الرأس لأني لن أصدقك. لا لا حبيبي بلى. الواقع أني في هذه الأيام كنت نسيت وحين طلبت مني تذكرت. في هذه الأيام ماذا؟ الأيام الخاصة بالنساء تفقدنا الرغبة خلالها؟ لا حبيبي ليس هذا. للنساء رغبة مثل الرجال لكن في الحقيقة نحن كالرزنامات. ليست سوى حقنة في الذراع. ليست الحقنة سبب خوفه. لا تعي هذا؟ لم يكن زرع الكلية سهلا عليه. لعب مباراة ضد الموت وقهره يجعله خائفا. يحتاجك يحتاجك كثيرا. من فضلك اذهب إليه. أحلفك بأغلى ما لدي. سأفعل لأغلى ما لدي لأجله. ولأجلك. كونسويلو لا أظن أنك دعوتني هكذا باكرا فقط من أجل شرب القهوة. دعتك لتأخذها إلى المكتب بالسيارة. لا سيارة لدي. إذن على الأقل ستطلب لها تاكسي. أنت رجل أعمال عزيزي لا تخذلني. لا بل دعوتك لأخبرك عن لوكريسيا. في المكتب لن نتمكن من التكلم بهدوء. لقد تأكدت. لوكريسيا تحبك كارلو. لدرجة الزواج؟ أود أن أصبح مليونيرا لكي أدخل الشركة ولو ليوم واحد. لأدخلها والصوت في يدي و... لكني لا أعرف كيف أستعمل الصوت. إنما تحب أن يكون لديك صوت أليس كذلك؟ نعم أحب لو كان لدي. منافقة. أبيلاردو أبيلاردو انتظر. أبيلاردو ما الأمر؟ قال لي إني منافقة. غريب عودته جدتي أن يسكت عن الحقائق. اسمع لي ما لا تعض لسانك. أعرف الباقي أعرف باقي الكلام أعرف. لست سما ولا أحب عض لساني بل أن يعضه الآخرون. رائعة. يوما ما سأجدك في وضع حرج فتخضعين لي ولا تقلقي فبيننا ليس من صلة دم. صحيح لست من العائلة. تعجبك الفكرة؟ دعنا نفكر.
إن حصل شيء بيننا سينفطر قلب جدتك، صح؟ وزوجك السابق لا يهمك؟ قبلتي؟ لنفكر؟ لما كل هذه السرية؟ وجدت طريقة. أي طريقة؟ أحتاج المساعدة، وأنت أفضل من يقدمها. ما القضية؟ أحتاج أن تخونني أنطونيلا هذه الليلة بالذات. لديك فكرة؟